ضيفنا الشيخ محمد الماز مدير أوقاف حلب خلال سنوات الثورة الأخيرة، وأيضا القاضي الشرعي الأول الذي أجرى على يديه مئات وبل آلاف الحالات الزواج والطلاق داخل المدينة المحررة. أهلا وسهلا بك شيخ. حياكم الله من الأهل إن شاء الله. شيخنا، لو بدأنا بسؤالك سؤال محدد، كيف تستطيع أن تصف بعبارة واحدة ما جرى في معركة حلب؟ ما جرى في معركة حلب أنه تحالفت علينا قوى الشر بكاملها على حلب بمفردها، الروس مع أذناب المجوس والنظام والميليشيات المجرمة الأفغانية والباكستانية والعراقية وحزب اللات والعوثيين، أضف على ذلك مصر السيسي والجزائر بوتفليقة وسائر المنافقين، كل هؤلاء بقدراتهم العسكرية والبشرية اجتمعوا على حلب. يعني هي معركة غير متكافئة؟ هي معركة غير متكافئة، ولا يمكن أن تكون تسمى هذه معركة يفرح فيها المنتصر. يعني عندما تفرح روسيا بانتصارها، هذا ليس انتصارا، هذا إجراما. نعم. أنت تقول أن الطرفين، كل طرف وضع أو زج في هذه المعركة كل ما يملك من قوة. نعم. تمام. طيب، المشاهد يريد أن يسمع شهادتك أنت بالذات، كيف عايشت فترة الحصار الأصلية لمدينة حلب؟ لا أدري كيف ستوصف هذا الموضوع، كم شهر أنت ترى أن حصل هذا الحصار؟ هل يعني يمكن حساب الحصار بالست أشهر الأخيرة أم أنه ما قبل ذلك؟ لا أدري كيف ستوصف ذلك أنت. ما جرى من معارك، القصف الذي جرى، المقاومة التي جرت، التهجير، النزوح، الالتقاء إلى مناطق النظام، ومن ثم الخروج في باصات إلى الريف المحرر ومدينة. بدأت معركة حلب بحرب إعلامية دعائية استعمل فيها النظام ومن هو خلف النظام من الروس وغيرهم، كل وسائل الأكاذيب والأباطيل، كل وسائل الإعلام. أذكر تاريخيا لكي أحدد قيمة الحرب العالمية. في الحرب العالمية الثانية كان الجيش الألماني قوامه 15 مليون مقاتل، قسمت هذه الجيوش إلى طوابير، الطابور الأول، الطابور الثاني قوامه 1.5 مليون عسكري، الطابور الثالث، الطابور الرابع، الطابور الخامس كان قوامه عسكري واحد يسمى جوبلز وزير الإعلام الألماني آنذاك. نعم. استطاع بإعلامه وأكاذيبه وأباطيله أن يخدع الكثير من القوى من الجيوش، حتى هناك معركة هرب منها 1.5 مليون عسكري روسي بسبب الإعلام، بسبب الدعايات، بسبب التوجيه الإعلامي. نعم. بدأت معركة حلب طبعا بحرب إعلامية على حلب، أنه في حال سقوط حلب ما الذي سيجري؟ نعم، حرب نعم حرب إعلامية على حلب. بدأت بعرض الباصات الخضر على الناس، هذا بدأ قبل أكثر من سنة بسقوط حلب، تعرض الباصات الخضر، هناك لقاءات في القنوات، بعضها يدعي أنه يقف مع الثوار، لقاءات كانت تحصل، اللقاء ماذا إذا سقطت حلب، ثم اللقاء الذي يليه ماذا بعد سقوط حلب، حتى يعني أوهن الناس وضعف الناس. حرب إعلامية من النظام، من القوى الخارجية التي تريد أن تقتل المسلمين في حلب. ثم تلتها حرب عسكرية، قصف متوالي بالبراميل على مدى سنين، على مدى سنين، أكثر من 3 سنوات تقصف حلب بالبراميل. نعم. على مدى سنين تقصف حلب بالبراميل. حشدت لمعركة حلب جيوش جرارة، قوام الجيش 69,000 عسكري من الميليشيات الطائفية وغير الميليشيات الطائفية، مقابل 5,000 عسكري فقط مجاهد. ثم بدأ القصف المركز، قصف وفق أحداثيات مرتبة بحيث تقصف حلب بالكامل، ثم تعاد الكرة المرة الثانية، ثم تعاد القصف، ثم يعاد هكذا حتى بدأت حلب تندثر. وركز القصف على الشريان الوحيد الذي يمد حلب بالطعام والغذاء وغيره،
طريق الكاسترلا كما هو معروف. وبعد هذا القصف الشديد جاءنا الحصار. طبعا كان هناك حصارا قبل هذا الحصار، ولكن كان هناك يعني شريان نستمد منه بعض الطعام والشراب، ثم انعدم الطعام والشراب وبدأ الحصار. حصار هو حرب التجويع والترخيع، حرب الظلم. خلال أسابيع فقدت كافة المواد الأساسية للحياة في حلب. دواء لا يوجد، غذاء لا يوجد، حليب أطفال لا يوجد، وقود لا يوجد، لا يوجد كهرباء، لا يوجد مياه، لا يوجد شيء في حلب. ولا حتى مرافق عامة، ولا مؤسسات تقدم خدمات المواطن. أصلاً المؤسسات تم قصفها وتدميرها في السابق. المؤسسات، المراكز العامة تم قصفها وتدميرها تقريباً بالكامل. لم يعد هناك مؤسسات يا شيخ. المنطقة دمرت، البنى التحتية دمرت، الشوارع لم يبقى هناك شارع. الشارع الرئيسي الذي يمتد من الكاستيلو إلى سيف الدولة، ما يعرف طبعاً بالدائري الجنوبي، تم قصفه بالكامل، أصبح غير صالح للمرور فيه. قصفت المدينة بشكل كامل، وتم تركيز القصف على المناطق الحيوية، على الأفران، على المستشفيات. لم يعد في حلب مستشفى. في الأيام الأخيرة لحصار حلب، لتدمير حلب، لمعركة حلب، لم يبقى غير طبيب واحد يا ناس، طبيب مقابل 325,000 مواطن، طبيب واحد ومجموعة فقط من الممرضين، ومشفى واحد. لو جيت أنت شفت المشفى راح تظن أن هذه دشمة عسكرية. مستشفى كله محاط بأكياس الرمل، لأن النظام دائما يركز على المستشفيات، على المشافي، على المخابز، على المناطق الحيوية. وفعل مدين والإسعاف. نعم. ومحطات مياه. ما لم يعد في شيء. دمرت البنى التحتية، دمر كل شيء. في هذه ليست معركة. هذا تقتيل، هذا إجرام. لكن شيخ، أريد أن تصف للمشاهد يومياتك ابتداء من بدء النظام معركته على حي مساكن هنانو، وانتهاء بخروجكم يوم 22 من شهر 12 2016. من المعروف أنه عقب الحصار قام النظام بمعارك، معارك سزاف فشل فيها تماما، لم يستطع أن يتقدم شيئا يذكر خلال أشهر، وذلك بسبب صمود المجاهدين المقاتلين والثوار. صمدنا في البريج، صمدنا في حندرات، ثم سقطت حندرات، ثم أعدنا حندرات، ثم سقطت حندرات، ثم أعدنا حندرات من جديد، ثم سقطت حندرات، ثم صمدنا في العيدين والملاح. نعم، والملاح. وصمدنا أيضا في هنانو. حاول النظام يتقدم، أن يتقدم إلى جهة هنانو، فعجز خلال أشهر بكل قدراته العسكرية والطيران والقصف الجوي والقصف البالستي والقنابل الارتجاجية والقنابل العنقودية والقنابل الفراغية. كل هذا لم يستطع فيها النظام أن يتقدم فيها نانو على مدى شهور. الشيخ، في هذه الفترة عندما بدأ النظام هجومه على حندرات، ثم استولى على حندرات. نعم. ووصل إلى هنانو، مساكن هنانو، أين كنت أنت؟ كيف كنت يعني تعايش هذه الحالة، وكيف كنت ترى حالة المدنيين؟ أنا كنت لا أتوقف عن الانتقال في كافة مدينة حلب، وأهل حلب يعلمون ذلك. كنت أوزع بعض الإغاثات، البقية الباقية من الإغاثات، أتوجه إلى الصخور، إلى بعيدين، إلى الشيخ خضر، إلى الشيخ فارس، إلى هنانو. وأهل هنانو يعلمون أنني كنت آتي إليهم بأكلات للأطفال، والشيخ سعيد وسائر المناطق. لم أتوقف، قصف مستمر. أخرج أنا وزوجتي ومعي أكل للأطفال وبعض الإغاثات البسيطة جدا اللي أنا يعني وضعتها بأمر شخصي، أي لشخصي. أخرج، والله يشهد أن القصف كان فوقنا حتى أخرج أظن أنني لن أعود. ثم أعود كرة مرة،
ثاني قبل سقوط حي هنانو ام بعد؟ قبل سقوط حي هنانو. عندما سقط عندما سقط حي هنانو اصبح الوضع يرثى له، لان النظام استطاع بعد سقوط هنانو، طبعا سقط حي هنانو ثم اعاده الثوار، ثم سقط ثم اعاده ثم عجز الثوار. عندما وصل النظام الى نقطه تسمى نقطه المشاتل، اصبحت الصافون مهدده بالحصار. اذا وصلت منطقه الصافون انقسمت حلب الى قسمين، وبدات معركه الصافون، ثم انسحب الثوار من الصافون، ثم تتالت المعارك، معركه الشعار. وانت في مكان، انت في الفردوس. انا في الفردوس اتنقل، ما تحيرك. كيف كنت تراقب يعني وصول دفعات او موجات من النازحين من حي مساكن هنانو وطريق الباب والصافون في ذلك الوقت وجبل بدر الى الاحياء الغربيه والوسطى اللي انت تسكن فيها في الفردوس؟ اين كانوا يذهبون؟ كانت ارتال، والله يشهد الله، كانت ارتال تبكي القلوب، نساء مع اطفال مع الاب او الرجل معهم يحملون اولادهم وبقيه باقيه من المتاع أو من الطعام حتى ينتقل إلى منطقة ثانية. لا يوجد شيء، أرتال تزحف من المناطق المحتلة أو قارب النظام الاحتلال إلى المناطق الآمنة، إلى الفردوس وإلى الزبدية. كانت تمر أرتال في البرد الشديد، في القصف الشديد، غبار في كل مكان من أثر القصف، تفاجأ تأتيك أرتال تبحث عن أي شيء، أي شيء يسمى طعام، تنسحب ثم تتقدم إلى جيدة. أين تسكن شيخ؟ أنا أسكن في الفردوس. ليس أنت، هذه الأرتال التي وصفتها أنت. الأرتال تسكن في المناطق الأكثر أمناً، يعني البيوت جاهزة؟ البيوت مدمرة، البيوت عموماً مدمرة، ولكن الطوابق الأرضية يعني شبه مجهزة. حتى أنا أصدرت قرار لمدير الأوقاف على جميع المساجد إيواء النازحين، ويحاسب كل من يمنع من النازحين، يعني النازحين اللي كانوا عم يرجعوا. أصدرت قرار من مديرية الأوقاف بفتح المساجد جميعاً لكل النازحين حتى يتم إسكانهم في مناطق أو في بيوت مؤهلة نوعاً ما للحياة. لكن حتى هذه اللحظة شيخ، كان الوضع ما زال في حالة مقبولة. حتى هذه اللحظة التي تذكر فيها سقوط أنانا وطريق الباب، كان الوضع ما زال مقبولاً. عندما تقدم النظام باتجاه الميسر واتجاه الشعار، بدأ الوضع بالانهيار، وبدأت الناس تذهب باتجاه آخر، أو بعضها يذهب باتجاه آخر. أريد أن تلقي الضوء للمشاهد على ما على هذه اللحظة التاريخية. أخي الكريم، عندما وصل النظام إلى اليسار كانت هناك مقاومات كبيرة جدا في المرج ودوار الحاوض، معركة المعادي، والشيخ سعيد، وجبهة عزيزة كانت صامدة حتى النقطة الأخيرة والأيام الأخيرة، وقتل النظام بالعشرات، حتى كان يعجز النظام عن سحب الجثث. هناك كانت دفاعات قوية جدا، ولكن كان النظام يتبع سياسة أو حرب تسمى الأرض المحروقة، دمر كل شيء. وأكثر ما كان يؤثر فينا قتل المدنيين وأطفال. كيف شيخ؟ أوصف. أنقل لك صورة يعني بسيطة. عجزنا بالأخير، شهدت بعيني قتلة في الشوارع. جاءت الناس تطلب مني المعونة لنقل قتلة، أصبحت عاجز. بقيت القتلة في الشوارع، أطفال مع نساء مع رجال في الشوارع. بعض الأحيان كنا نقوم بإدخالها إلى داخل الدكاكين فقط، هذا ما توصلنا إلى أخير. ولا تنسى أني طبعا أذكر تماما موقف ثلاث قتلة في الأرض والقصف هنا، نقصف نتراجع ونريد نتقدم مرة ثانية، حتى بالأخير عجزنا، دخلنا اثنين وتركنا واحد. الشيخ، من خلال صور يعني من داخل المدينة في ذلك الوقت، على أن الناس يعني كانت تمر في الشارع فترى مصابين وترى شهداء وترى أطفال تصرخ ونساء تحت الركام ولا تستطيع إنقاذها، ولا تستطيع حتى فرق الإنقاذ والدفاع المدني الوصول إليها بسبب وجود الركام في الشوارع وبسبب تدمير مراكز الدفاع المدني. ولكن المعارضة 100 مدنيين لم يكونوا يستطيعوا
إنقاذ الجرحى والمصابين. هل تستطيع أنت أن تنقل صور عايشت أنت بالذات من قبيل هذه الصورة؟ هناك عمارات في ذلك الوقت دفن الناس تحت أنقاض، وكنا نسمع صياحهم ولا نستطيع أن نفعل شيئا، لأنه كما قلت الدفاع المدني أصبح عاجز. دمرت جميع سياراته تقريبا، المركبات دمرت، والشوارع لم تعد مهيئة للمرور أصلا، لأن الشوارع أغلقت بالركام والأنقاض. بعض الناس كان يأتوا بالعربية الدفع ينقل في الجرحى أو القتلى، والباقي بقي على حاله. حتى يعني وصلتني أخبار من طريق الصالحين، كانت الحيوانات تأكل جثث الأطفال. يشهد الله أن نقل إلي أحد الناس شاهد عيان أني شاهد الحيشة السمعين الكلاب والقطط تأكل جثث الأطفال في الشوارع، والمنطقة بالذات هي دوار صالحين. لكن شيخ يعني من المشاهد المحفورة في ذاكرة الحلبيين وذاكرة من كان يراقب عن كسب وقرب ومن اهتم لمجد في حلب، مجزرتين أساسيتين يعني أوقعهم النظام والطيران الروسي في المدنيين الذين كانوا يعني ينزحون باتجاه مناطقهم، مجزرة جبل قبة بالتحديد أعتقد وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 75 شهيد، ومجزرة حي الشعب. يعني أنا أريد أن الآن توثق للناس، أن تشرح للناس كيف اضطر الناس إلى أن يختاروا بين موتين، موت تحت القصف والركام وموت مؤجل عند النظام، ويذهبون إلى مناطقه ومن ثم يستهدفهم النظام في أماكن تواجد على المداخل. وكيف يعني استطاع قلب الرجال في ذلك الوقت أن يسمح للنساء وأطفاله أن تغادر إلى القسم المحتل الذي هناك احتمال كبير أن يتم توقيفه أو قتله؟ أصبحنا نحن في معركة حلب الأخيرة في الأيام الأخيرة، نتيجة القصف والدمار بين خيام. إما أن يموت أطفالنا ونساءنا معنا، أو تكتب لهم الحياة في جهة النظام. أنا من الناس قررت أن أنسحب مع عيالي، أموت مع عيالي. هناك الكثير من أصابوا حالة من اليأس الشديد دفع بعياله إلى جهة النظام. في الشعار وفي جب القبة أو قرب دكاكين حجاج أو تل عران، المنطقة اسمها تل عران، قصف النظام المشاة، أرتال المشاة. هناك في قرب ثانوية الخامسة في باب النيرة في ساحة المرجة بدأ يطلق عليه الرصاص وقتل كثير منهم، وفي الأصيلة أيضا قتل كثير منهم وقتل قريبي، تم قتل هؤلاء بالرصاص الحي. النظام حاول أول شيء يستجلبهم، بعدين لما شاف الأعداد كثيرة جدا بدأ بعملية القصف وإبادة حتى يتخلص من هذا العدد الكبير القادم إليه. رغم النشرات اللي كان يلقيها ورغم الإعلام تبعه اللي يقول إنه المسلحين كما كانوا يسمي الثوار هن المحجزين المدنيين كراهية، وعندما ذهبوا مدنيين إليه يعني بعد أن اختاروا أول موتين بدأ يقتل. أين كنت عندما جاءت مجزرة جبل القبة ومجزرة الشعار شيخ؟ مجزرة جب القبة كنت أنا في الفردوس في المنطقة نفسها. طبعا وصلت الأخبار عن طريق النت والموبايلات عن مذبحة كبيرة جدا وقعت في تل عران أو جب القبة كما تسميها أنت، والشعار والمرجع قتل بالعشرات. النظام غير سياسته، بدأ بعمل إبادة ثم تراجع، يبدو على أنه كان هناك رقابة دولية هي اللي منعت تراجع النظام عن مزيد من القتل. هل ذهبت إلى مكان المجزرة؟ ذهبت إلى مكان المجزرة في تل عران، نعم ذهبت إلى هناك وشهدت بقايا الدماء والأشلاء. حسب معلوماتي شيخ أن المجزرة وقعت في الصباح الباكر، وفرق الدفاع المدني المتبقية لم تستطع أن تصل إلى مكان المجزرة إلا حوالي الساعة 10 أو 11 الصباح، وبقي الجثث في مكانه. هل هذا كلام صحيح؟ الصور التي نقلت تدل على أن الجثث تمت لفترة طويلة، لأن الصور الأولى أن
والجسس ملقات على قارعة الطريق، وبعد ساعات وصلت لنا صورة الجثث وهي مغطاة في مكانها، يدل على أنه دامت فترة طويلة. نعم. طيب شيخ، بعد ما الذي جرى؟ بعد أن استولى النظام على حي مساكن هنا وطريق الباب وجبل بدر، معركة ميسر الشهيرة، ما الذي جرى؟ بعد معركة ميسر انتقلت معركة إلى المرجع. وصول النظام إلى المرجع أدى إلى انسحاب المجاهدين من جبهة عزيزة، لأنه أصبحوا طبعاً ضمن حصار جديد. وبدأت معركة المرجع. معركة المرجع طبعاً سياسة قديمة، ما زالت صواريخ، قنابل، تدمير، حاويات، براميل، صواريخ ارتجاجية. يعني مما يذكر عن الصواريخ الارتجاجية التي جاءت بها روسيا، العمارات تدمر تلقائياً. يعني أنت تستيقظ بالصباح تفاجأ أن العمارة لم تقصف، وإنما دمرت تلقائياً، أصبحت رماد، أصبحت أحجار بسبب الارتجاجات. قصفت عمارات دمرت، في اليوم التالي تدمر عمارات أخرى في مناطق أخرى. يعني كل يوم تتغير الجغرافيا. حتى ما قصفت، يعني عندنا عدة أبنية في مناطقنا لم تقصف، دمرت تلقائياً من شدة الارتجاجات التي كانت تجري. انهارت يعني. انهارت نهار الحالة تلقائية تلقائية. نعم. دمرت هذه المناطق. منطقة لم يبقى فيها شيء. أنا كنت في المحكمة وقصفنا بصاروخ باليستي. وصلت إلي وصدمتني، صابتني إلي أنا بالذات أشلاء أحد القتلى. أشلاء بشرية يعني. أشلاء بشرية وتناثرت في المكان. قمنا نحن للإغاثة الناس ومساعدة الآخرين إلى آخره. والله نسيت أني أطلب من الناس يسحبوا بقايا الأشلاء هي. في اليوم التالي جيت ورأيتها أكلوها الحيوانات. لكن شيخ، أريد أن تصف للمشاهدين مقاومة الثور والمدنيين وأبناء الأحياء للميليشيات وقوات النظام في معركة عزيزي وفي معركة ميسر، ووصولا إلى قاضي عسكر ومن ثم المدينة القديمة والمعالي، حتى استطاع النظام أن يصل إلى الكلاسة وبستان القصر ويحتل كامل ضفة نهر الشهداء الشرقي. تراجع الثوار إلى المرجع بعد وصول النظام إلى ميسر، تراجع الثوار إلى القصيدة بعد وصول النظام طبعا إلى باب الحديد، وبدأت معركة ثانية، معركة القصيدة، ثم ثلاثة معركة المعالي. واستبسل الثوار أكثر من ثلاثة أيام في المرجع وأنا شاهد عيان ثوار سحبوا عياله من المرجع بالعربيات، عربيات البيع الجوالي، نقلوهم إلى الفردوس. يأتي مجموعة من المجاهدين يراقب أهله ويؤمن لهم احتياجاتهم الأساسية، ثم يعود القتال. بعد 24 ساعة يعود مرة ثانية، ساعة يلتقي فيها مع عياله، ثم يعود مرة ثانية 24 ساعة للقتال بالبارود الروسي. لكن الشيخ، كيف كان شكل المواجهة بين الثوار والمدنيين وأبناء الأحياء وبين قوات النظام والميليشيات؟ هل كان هناك مواجهة وجه لوجه؟ هل كان هناك مواجهة للسلاح الأبيض؟ كيف يمكن في ظل القصف التي الذي تذكره أنت أن تحصل مواجهة مباشرة؟ أم أن قوات النظام عندما تتقدم هي والميليشيات توقف القصف الجوي وتصبح المواجهة مفتوحة؟ النظام كان يعتمد على القصف منع عن المواجهات وجه لوجه، لأنه يعلم أنه سوف يخسر المواجهات. القصف والتدمير للمنطقة بالذات، هذه المنطقة دمرت، اضطر المجاهدين للانسحاب عن منطقة بسيطة جدا تلقى عليها عشرات البراميل، فلم يكن هناك مواجهات فعلية وجها لوجه، لأن الثوار دائما يجبروا على الانسحاب من خلال قصف مركز رهيب بالبراميل والصواريخ والطائرات والدبابات. و 13-57 كيف كانت إقامة؟ إقامة من خلال التمركز في الأبنية، ولكن وجها لوجه لم تحصل معارك، ما حصلت معارك وجها لوجه. وقتل النظام كيف وقعوا؟ قتل النظام من خلال المعارك اللي وقعت في الأبنية. شيخ محمد الماز، أشكرك في نهاية
من شهادتك على ما جرى في حلب على أمل أن نلتقي في قسم السن ونقبل حتى تاريخ خروجك من حلب في صباح يوم 22 من شهر 12 من عام 2016. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.